مشاهدينا أسعدتم مساء. ملخص الأحوال الجوية المتوقعة، هناك منخفض جوي يتوقع تأثيره على المملكة يوم الأربعاء من الدرجة الثالثة. بداية التأثير ينتج عنه زخات وأمطار وثلوج خاصة يوم الخميس، وأيضا درجات حرارة شديدة البرودة تسود من يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أهلا بكم مرة أخرى على خرائط الهطول. بنلاحظ أنه يوم الأربعاء ستبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية، وأيضا تخف قليلا بعد المساء، ثم تشتد تدريجيا أثناء الليل وفي الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، لتشمل معظم المناطق تقريبا الشمالية والوسطى وقسم أيضا من المناطق الجنوبية. يوم الخميس ذروة الحالي الجوية وذروة الهطول، وبالتالي تكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، وأيضا حتى ساعات ما قبل ظهر يوم الجمعة. بعد مساء يوم الجمعة تميل الأجواء إلى الاستقرار قليلا. أما دلالات الخرائط بالألوان، فبنلاحظ أنه كميات الأمطار رايحة تكون في المناطق اللون الأخضر الفاتح، نتوقع هطول حوالي بين 1 إلى 15 مليمتر، الأخضر الغامق حوالي ما بين 15 إلى 30 مليمتر، وتشمل عمان والزرقاء وجرش والمفرق وجزء من البلقاء ومأدبة أيضا. لكن اللون الأحمر المناطق الشمالية، نتوقع كميات الهطول تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليمتر، لكن أقصى الشمال الغربي من المملكة والسواحل الفلسطينية الشمالية الغربية حوالي أكثر من 50 مليمتر. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء شديدة البرودة، درجات الحرارة متدنية، بتكون درجة الحرارة الصغرى بحدود 3 درجات مئوية، يخشى من حدوث الصقيع في مناطق البادية والسهول الشرقية وأيضا مناطق المرتفعات الجبلية العالية. الأحوال قال الثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأربعاء انخفاض، بداية الانخفاض التدريجي على درجات الحرارة، تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا أحيانا غائمة، تسقط زخات متفرقة من المطر، لكن بعد منتصف الليل تشتد الأمطار بإذن الله، وقد يصحبها البرق والبرد والرعد، وتكون غزيرة في صباح يوم الخميس. العظمى المتوقع يوم الأربعاء 8 درجات، أقل من المعدل ما بين 7 إلى 9 درجات مئوية، والأجواء بالليل أيضا بتكون باردة وغائمة وماطرة على فترات، الصغرى يوم الأربعاء بحدود 4 درجات. يوم الخميس تسيطر الكتلة الهوائية الباردة شديدة البرودة، الكتلة الهوائية الباردة من أصل قطبي المصاحبة للمنخفض الجوي، وبالتالي يطرأ انخفاض كبير وواضح وملموس على درجات الحرارة. الأجواء يوم الخميس باردة غائمة ماطرة في معظم مناطق المملكة، الأمطار تكون ممزوجة بالثلوج أحيانا، وأيضا هناك فرصة لسقوط زخات من الثلج فوق مرتفع المرتفعات الجبلية، وبتستمر هذه الوضعية. هي ذروة المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة راح يكون من صباح يوم الخميس وحتى تقريبا صباح يوم الجمعة، وبالتالي بتكون الأجواء باردة والحرارة العظمى ستسجل يوم الخميس بحدود 5 درجات مئوية، أيضا الصغرى بحدود 5. لا يوجد فرق كبير، إنه الكتلة باردة والأجواء غائمة وماطرة مع تساقط الثلوج. يوم الجمعة، الجمعة صباحا وحتى ساعات العصر تبقى الأجواء باردة وغائمة، وتسقط أمطار وأيضا تسقط الثلوج، يعني يكون في هناك هطولات بمختلف الأشكال، لكن في الصباح بتكون أمطار وثلوج، وأيضا درجات الحرارة متدنية رغم أنه راح يطرأ ارتفاع ما بين درجة إلى درجتين عما وصلت إلى درجات الحرارة يوم الخميس،
لكن الأجواء باردة بشكل عام. العظمى المتوقعة بحدود 7 درجات، ويوم الجمعة ليلا تكون الأجواء ما بين صافية إلى غائمة جزئيا وباردة نسبيا. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة خلال يوم غد الأربعاء. الأجواء في المناطق الشمالية باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار وزخات من المطر متفرقة. العظمى في إربد 11 والصغرى 7، عجلون العظمى 10 والصغرى 6، جرش 11 إلى 7، والمفرق العظمى 10 والصغرى 4 درجات مئوية. المناطق الوسطى والبلقاء والزرقاء وعمان ومأدبة والبحر الميت معظمها أجواء راح تكون أجواءها باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط زخات من الأمطار تشتد ليلة الخميس على الجمعة ويوم الخميس. البلقاء العظمى 9 والصغرى 5، مأدبة 10 5، البحر الميت 19 13، عمان العظمى 8 والصغرى 4، الزرقاء 10 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الجنوبية أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة، وفي المساء وليلة الأربعاء على الخميس هناك فرصة لتساقط الثلوج على المرتفعات الرشادية والشراع وخاصة مرتفعات القادسية والطفيلة. أجواء باردة، العظمى في الكرك 10 والصغرى 4، يعني معظم المرتفعات الجنوبية هناك فرصة لتساقط الثلوج ليلة الأربعاء على الخميس وصباح يوم الخميس. شراع 9 إلى 3، العقبة 19 إلى 12، ومعان 10 إلى 3 درجات مئوية. المناطق الشرقية أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، أيضا في اشتداد للرياح قد تكون مغبرة أحيانا. الصفاوي 13 3، الأزرق 14 5، الرويشد 14 إلى 5 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة ولكم تحية طيبة من طقس العرب، ومع أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق والانخفاض الكبير في درجات الحرارة وأحيانا غزارة وشدة الأمطار خاصة يوم الخميس، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول خاصة في الأماكن المنخفضة. نتمنى للجميع السلامة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.